ايه معنى كلمة زيركو ماكس؟ وهل فعلا المعمل بيعمل لنا زيركونيا كراون وعليها ايماكس كراونز؟ طبعا ده سؤال بيتردد كتير جدا جدا، يمكن ده من اكتر الاسئلة اللي بتتسأل ومن اكتر الاسئلة اللي ليها استفسارات كتيرة. ايه معنى كلمة زيركو ماكس؟ طبعا خلي بالكم حضراتكم ان زيركو ماكس هي طبعا عبارة عن زيركونيا كور زيركونيا، سواء كان جنريشن 1 او 2 او 3 اني تايب من الزيركونيا، وهنعمل عليها ليرنج بي بورسلين او لايرنج بي فيلدسباثيك بورسلين. فزيركو ماكس ات مينز ان الكور بتاعنا بيكون زيركونيا وعليه لاير بي لايرد بورسلين اللي هو في نانو فلور اباتايت فيلدسباثيك بورسلين. فده مش معناه ان المعمل بيعمل زيركونيا كراون وعليها ايماكس او ليثيوم داي سيليكيت كراون وبيعمل لهم بوندنج ببعض. الاجابه طبعا لا. فزيركو ماكس هو زيه زي البي اف زد ريستوريشن او بورسلين فيوز زيركونيا ريستوريشن، لكن اللغط بيجي من استخدام البودره نفسها او نوع الباودر اللي بيستخدم، هو بيكون اسمه اي بي اس اي ماكس سيرام. كان هنا اللخبطه بتيجي ان استخدام الباودر اللي هو اي بي اس اي ماكس سيرام فخلى الناس تحصل لها ميس كونسبشن، تفتكر ان هو زيركونيا وعليه اي ماكس كراون. لكن اي بي اس اي ماكس سيرام هو النانو فلور اباتايت في الديسباسيك بورسلين، نوع من انواع البورسلين اللي بنعمله ليرنج للزيركونيا زيه زي ديفرنت برودكتس. وطبعا اي بي اس اي ماكس سيرام ده ريليتد لشركه ايفوكلار، في عندنا ديفرنت لاين زي الفيتا زي انيشال لي سي 4 جي سي زي سوبرانو زي اللي هي شركه سي ام، فعندنا ديفرنت برودكت نوريتاكي برضو نفس الفكره. فزيركو ماكس داز نوت مين ان زيركونيا كراون وعليه اي ماكس كراون وبنعمل لهم او ليثيوم داي سيليكيت كراون بنعمل لهم بوندنج، لا هو بي اف زد بورسلين فيوز زيركونيا، زيركونيا كور وعليه لايرد بورسلين، لكن الباودر اللي بيستخدم هنا هو فور ايفو كلار اللي اسمه ايماكس سيرام. كان هنا اللخبطه اللي بتيجي من استخدام ذات ترمينولوجي.